اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه 29 وقبل الاخيره من قصه الحروب الصليبيه في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الانتصارات العظيمة التي حققها البطل الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله وانتصاره في موقعة فتح بارين وامتلاكه لهذا الحصن المنيع والذي يسيطر على الطرق ما بين بيت المقدس وما بين أنطاكية ويشرف على حمص وحماة ويشرف كذلك على إمارة طرابلس يعني كان انتصار مجيد ثم أتبعه بعد ذلك بانتصار آخر من أروع الانتصارات في تاريخه وهو الانتصار على الدولة البيزنطية بالاشتراك مع إمارة أنطاكيا وإمارة الروها وكتيبة الداوية من بيت المقدس في موقعة شيزر وانسحاب القوات البيزنطية والصليبية بخيبة أمل كبيرة واستطاع عماد بن رحمه الله أن يأسر مجموعة ضخمة وأن يقتل عددا كبيرا من الجيوش الصليبية والبيزنطية وأن يسيطر على آلات حصار ضخمة هائلة وعلى عدد كبير من المجانيق وعلى الأبراج العسكرية يعني عمل انتصارات في في غاية الروعة وكان الكلام ده كله في سنة 532 من الهجرة. وقف الحقيقة عماد الدين زنكي مع نفسه وقفة وقال إن كل هذه الانتصارات السابقة والتي حدثت في هذه السنة انتصارات عظيمة ومجيدة لكن يعيبها أمران. أما الأمر الأول فهي أنها كلها ردود أفعال. يعني هو كان يتحرك بعد أن يتحرك عدوه. يعني رد فعل لهجوم على شيزر، رد فعل لهجوم على الاثارب، لهجوم على كذا او كذا، فينطلق عماد بن زنكي رحمه الله ويحرر او يدافع او ما الى ذلك من امور، وهذه الحرب التي هي رد فعل لا تعطيه الفرصه الكامله لتحرير العالم الاسلامي من قبضه الصليبيين، فهذه اول مشكله او اول عيب كان في الحروب السابقه. المشكلة الثانية انه كان مشتت ما بين الامارات المختلفة، يعني مرة بيحارب بيت المقدس ومرة طرابلس ومرة امارة انطاكية ومرة الرها، مفيش تركيز على امارة معينة، وده كان بيستنفر كل الامارات وفي نفس الوقت بيشتت قوة عماد الدين زنكي وبيخليه حاطط جنود وجيوش في كل الاتجاهات، عشان كده عماد الدين زنكي رحمه الله فكر ان يأخذ برهة من الوقت أو من الزمن ممكن الفترة دي تبقى شهور ممكن تبقى سنوات ليعد العدة لهجوم شامل كاسح على إمارة واحدة من الإمارات الصليبية وكان قدامه أحد إمارتين إما إمارة الرها وإما إمارة أنطاكيا والاثنين قريبين من إمارة الموصل وحلب فاختار رحمه الله إمارة الرها لأن إمارة الرها وضعها أخطر بالنسبة لإماراته وأقرب وفي نفس الوقت هي إمارة محاصرة من الموصل من شرقها ومن حلب من جنوبها وفي نفس الوقت برضو هذه الإمارة إمارة داخلية يعني ما هيش على ساحل البحر الأبيض المتوسط يعني الإمدادات البحرية الإيطالية صعب أن هي توصل لإمارة الروها وبرضو في نفس الوقت على رأس إمارة الروها جوسلين الثاني اللي كان شخصية ضعيفة ولا تحب القتال بشكل عام وعلى خلاف كبير جدا أو على اختلاف كبير جدا آه عن أبيه المقاتل الشرس آه جوسلين دي كورتيني اللي مات زي ما قلنا قبل كده من عده سنوات. يبقى ده اللي فكر فيه عماد الدين زنكي ان هو يركز قوته كلها على اماره الرها ويبتدي يفرش مسرح العمليات في غضون السنوات القادمه من سنه 533 لسنه 538 يعني حوالي خمس سنوات متصله يحاول ان هو يمهد الطريق لحرب اماره الرها. كان آه الشيء الرئيسي اللي يهمه انه يخلي المنطقه بتاعه ارض الجزيره منطقه امنه. وزي ما قلنا قبل كده ان كان في مشاكل دايما مع حسام الدين تمرتاش ومع ركن الدولة داود ابن سقمان ومع ابو منصور اكلدي صاحب مدينة آمد فحاول ان هو على قدر ما يستطيع ان يكمل علاقات عمل حلف مع حسام الدين تمرتاش وحصل بعض المشاكل في هذا الحلف وعمل حلف تاني مع ركن الدولة سقمان المهم ان هو مهد الطريق بشكل او اخر مرة بالحروب العسكرية ومرة بالمعاهدات الدبلوماسية وبالفعل بدأت الأمور إلى حد كبير تستقر في أرض الجزيرة لصالح عماد الدين زنكي رحمه الله لكن الكلام ده زي ما قلنا خد منه عدة سنوات المشكلة الثانية كانت مشكلة دمشق اللي فضلت مشكلة دائمة عند عماد الدين زنكي رحمه الله برضه هو كان مصر على ضم مدينة دمشق لأن ضم هذه المدينة هيعطيه قوة هائلة يستطيع أن يقلب الموازين لصالحه وأن يعني يغير من طريقة الحرب مع مع الصليبيين الى الهجوم بدلا من الدفاع وبالتالي ذهب عماد بن زنكي في سنه 534 من الهجره وحاصر دمشق وحاول ان يسقطها لكن معين الدين انر بمنتهى الوضوح استعان بالصليبيين واستعان بملك فولك الانجوي وبامير طرابلس ولما قدمت هذه القوات ولم تكن كافيه استعان بامير انطاكيه ريموند بواتيه فاضطر عماد الدين زنكي رحمه الله ان ينسحب بخيبه امل كبيره بعد ان عرض معين الدين انر عرضا سخيا على الملك فولك انجوي جعله يجري وراء حرب عماد الدين زنكي وهذا العرض كان يتضمن انه يتكفل بكل تكاليف الحمله الصليبيه التي تنجد دمشق في مواجهه عماد الدين زنكي وقدر هذه التقاليف ب ألف من الدنانير الذهبية تدفع شهريا للملك فولك بالإضافة إلى أنه وعد أن يحرر كما يقول يحرر بنياس من سيطرة عماد الدين زنكي ويعطيها هدية للملك فولك وأن يعطيه بعض الرهائن المسلمين من الأمراء المسلمين إلى أن ينفذ هذا الاتفاق وبالطبع الملك فولك قبل بهذا الأمر وجاء بجيوشه الكبيره لحرب عماد زنكي واضطر عماد زنكي ان ينسحب لان القتال في منطقه دمشق كان قتال متواغل جدا في العمق وكان يخشى من الهزيمه في هذه المناطق البعيده عن امارته حلب او عن امارته الموصل لكن طبعا رجع زي ما قلنا بخيبه امل كبيره وظلت دمشق فتره طويله جدا من الزمن يا اخواني ويا اخواتي حجر عثر حقيقي في طريق الوحده الاسلاميه. استطاع عماد الدين زنكي رحمه الله ان يمهد الطريق في ارض الجزيره اللي هي محصوره ما بين نهر دجله ونهر الفرات وبدا يعني يمهد الطريق لحركه يعني غزو حركه غزو شامله لاماره الرها وسبحان الله عندما اخذ هذا القرار ان يجمع الجيوش وان يغزو اماره الرها بدا رب العالمين سبحانه وتعالى يمهد له الطريق لهذا الغزو وما نقولش ان ديت مصادفه او ان ده شيء غريب هذا نصر رب العالمين سبحانه وتعالى ينزله على من يشاء من عباده، فربنا سبحانه وتعالى بدأ يرتب له الاوضاع بحيث ان يلاقي الفرص مهيئه لغزو اماره الرها، من هذه الاوضاع مثلا انه في سنه 538 من الهجره مات يوحنا كومنين الامبراطور البيزنطي، وتولى ابنه مانويل ابن, ابن يوحنا كومنين وبدات الدوله البيزنطيه تدخل في مرحله من الاضطراب نتيجه وفاه يوحنا كومنين اللي قاعد يحكم حوالي 25 سنه متصله وبالتالي اخرجت الدوله البيزنطيه من معادله الصراع لانها كانت مشغوله بصراعاتها الداخليه في نفس الوقت الامبراطور ريمون بواتي حصل بينه وبين جوسلين الثاني اللي هو امير الرها وريمون بواتي طبعا امير انطاكيا حصل بينهم صراع ونزاع وخلاف كبير ادى الى خصومه شديده بين الطرفين وبالتالي فجوسلين الثاني عندما اراد ان يستنجد بريمون بواتيه اعتذر ريمون بواتيه للصراع الذي كان بينهما فبذلك عزلت اماره الرها عن اماره انطاكيا القريبه في نفس الوقت وفي نفس السنة بيموت فولك الانجوي اللي هو كان أمير أو ملك بيت المقدس وبيخلف وبيخ من ورائه اثنين من الولاد صغيرين بولدون الثالث كان عنده 13 سنة وإموري أو عموري وكان عنده سبع سنوات وتولت الوصاية عليهم ميليزند بنت بولدون بنت بولدون الثاني وأصبحت زعامة بيت المقدس مملكة بيت المقدس في يد امرأة وقصية على طفل وبالتالي اضطربت الأحوال جدا أيضا في بيت المقدس وفي نفس الوقت برضه يموت ركن الدولة سقمان داود بن سقمان بن أرطق وهو الزعيم الذي كان على خلاف شديد مع عماد بن زنكي رحمه الله وبذلك مهد الطريق تماما لعماد بن زنكي لان ابن ركن الدوله داوود كان اسمه قره ارسلان كان ضعيف جدا وكان يفتقر الى الخبره السياسيه والكفاءه العسكريه التي كانت لابيه فبذلك اصبحت كلمه عماد الدين زنكي هي الكلمه المسموعه في ارض الجزيره وكل ده فرشت طريق ممهد لغزو بيت لغزو اماره الرها، اماره الرها اصبحت مقطعه الاوصال من الاعوان لا بيت المقدس فاضلها ولا اماره انطاكيا القريبه فضيلة ولا الدوله البيزنطيه، ولا حتى قر ارسلان. قر ارسلان ده تعاون مع جوسلين الثاني عندما تولى الاماره، وتحالف معه ضد عماد دينزينكي زنكي، فما كان من عماد دينزينكي الا ان قام بحمله عسكريه كبيره، وسيطر على بعض الحصون الواقعه بين املاك قر ارسلان وبين اماره الرها، وبذلك فصل الحليفين عن بعضهما البعض، وتفرغ تماما لاماره الرها. الحقيقه عماد بن زنك كان رجل واقعي ادرك ان ان قضيه فتح الرها قضيه صعبه وان حصون الرها حصون منيعه جدا وانه لو قاتل اماره الرها وفي داخلها الجيوش الصليبيه هيكون امر في منتهى المشقه وقد يطول الحصار عده شهور وفي تجارب اسلاميه سابقه كثيره قام بها الزعماء الاسلاميون وفشلوا في اسقاط الرها لذلك حاول ان يستدرج قدر ما يستطيع جوسلين الثاني خارج حصون الروها ليسيطر على الروها في غياب قائدها وأميرها جوسلين الثاني عشان يعمل الكلام ده دبر حرب لحرب دبر يعني مؤامره انه يحارب كرة ارسلان ويوهم جوسلين الثاني انه ما توجه الى هذه البلاد الا لحرب كرة ارسلان فقط ويهم جوسلين الثاني في نفس الوقت أن قوة إسلامية كبيرة ستأتي من حلب لتساند المسلمين أو تساند عماد الدين زنكي في حرب ضد قرة أرسلان وبذلك يشجع جوسلين الثاني على أن يخرج من حصون الرها لمنع أو قطع الاتصالات أو قطع هذه المعونة الحلبية من القدوم إلى أرض الجزيرة وذهب عماد الدين زنكي فعلا بجيوش كثيفة جدا لحرب كرة أرسلان كما يظهر لجوسلين الثاني وسبحان الله أراد الله عز وجل للخطة أن تنجح وفهم جوسلين الثاني أنه فعلا هيتجه لحرب كرة أرسلان وكما رسم عماد زنكي تماما خرج جوسلين الثاني لقطع المعونة الحلبية المزعومة التي ستأتي من حلب وعندها غير عماد زنكي اتجاهه في لحظات ووصل إلى إمارة الرها وكان هذا الوصول في يوم 28 ربيع الثاني في سنة 539 من الهجرة وضرب الحصار الشديد حول إمارة الرها استيقظ الجنود الصليبيون والأمراء الصليبيون في داخل إمارة الرها في ذلك اليوم فوجدوا القوات الإسلامية تحيط بإمارة الرها من كل جانب وضبط عماد الدين رحمه الله الأمور تمام الضبط ومنع وصول الاخبار او الامدادات من اي طريق وسيطر على كل المحاور حول المدينه وبدا القصف المستمر ليل نهار على اماره الرها ذات الاسوار المنيعه جدا وكان معاه فرقه اسمها فرقه النقابين كان دورها ان تنقب الاسوار او تزيل الاسوار وبالفعل بدات هذه الفرقه تعمل بنشاط تحت الضغط الاسلامي الكبير والقصف المستمر وقاد حمله المقاومه في داخل إمارة الرها الأسقف الكاثوليكي هيو الثاني ومعه الأسقف الأرمني والأسقف الأرثوذكسي وطبعا وهذا لخلو المدينة من معظم الأمراء معظم الأمراء خرجوا مع جوسلين الثاني وكانت المقاومة عنيفة جدا وبدأ عماد بن زنكي رحمه الله يحاول أن يفتت هذا التحالف بين الأساقفة الثلاثة فأرسل رسالة إلى الأسقف الأرثوذكسي والأسقف الأرماني يعدهم فيها بالأمان ويعدهم فيها بالوعود الكثيرة للنصارى الشرقيين إن فتحت إمارة الرها والحقيقة الكلام ده فت في عضد هذين الزعيمين وبدأ يستجيب لولا ان الاسقف الكاثوليكي ضغط ضغط شديد عليهم وطبعا الاسقف الكاثوليكي هو تبع الصليبيين واضطر الجميع الى المقاومه من جديد لكن ليس بنفس الروح التي كانوا عليها قبل ذلك. وفي يوم السادس والعشرين من جمادى الاخره استطاع النقابون ان يحدثوا اثرا شديدا في السور وتحت القصف المستمر سقط جزء من سور الرها وبدات تتضح معالم المدينه من الداخل واشتعل الحماس في الجيش المسلم وانهمرت الجيوش الاسلاميه الكثيفه في داخل اماره الرها وفتحت ابواب الرها من الداخل ودخلت الجيوش الاسلاميه باعداد هائله الى داخل الاماره وعمت الفوضى في داخل اماره الرها وسقط القتلى بالالاف وكان من القتلى الذين سقطوا تحت الاقدام الاسقف الكاثوليكي هيو الثاني وبذلك انهارت معنويات الصليبيين بشكل مؤثر جدا وهرب بعض الامراء الى داخل القلعه الحصينه في داخل اماره الرها وعلت اصوات التكبير في كل مكان وسلت الدماء وتناثرت الاشلاء وكانت موقعه من اشد المواقع في تاريخ الاسلام وسيطر المسلمون في دقائق على المحاور في كل مكان في في المدينه وسيطروا على الابراج وعلى الاسوار ورفعت الاعلام الاسلاميه في كل مكان وحوصرت القلعه وبعد يومين من الحصار سقطت القلعه وقتل من بها من الصليبيين واعلن عماد الدين زنكي رحمه الله ان الاماره اصبحت اماره اسلاميه وأعلن في نفس الوقت إعطاء الأمان لكل أهل المدينة من المدنيين الأرمن والأرثوذكس والمدنيين من من الكاثوليك من أتباع الصليبيين وقام بقتل كل الصليبيين الجنود الذين وجدوا في هذه المدينة وبدأ يمارس سياسة جديدة جدا من نوعها على الأرمن أنه بدأ يعطي نوع من الحرية العقائديه ورفع قدر الاسقف الارمني والاسقف الارثوذكسي واعطاهم الكثير من الصلاحيات وتولاهم بكثير من الرعايه وامر الجنود المسلمون امر الجنود المسلمين باعاده كل ما اخذوه من غنائم ومن اموال ومن ثروات من الارمن ومن الارثوذكس اعادها جميعا اليهم فكما يقول الرواه فعادت البلد كما كانت عليها من البدايه ونظر عماد زنك رحمه الله الى البلد وقال هذا بلد لا يجوز ابدا تخريبه في السياسه بلد محكم بلد عظيم بلد كبير فحاول ان يقيم الامن في هذه البلده على يعني اساس ان يعطي الحريه للارمن وان يقيم الارمن في داخل البلد وان يحافظ على وجودهم وعلى حياتهم وحفظ الارمن هذا الامر وبدا يدعو عماد بن زنكي رحمه الله الجنود المسلمين ان ينتشروا في البقاع حول هذه الاماره ويدعو الارمن الذين رحلوا قبل ذلك من اماره الرها ان يعودوا مره ثانيه الى ديارهم في اماره الرها وبدا عهد جديد وسقطت اماره الرها بعد احتلال خمسين سنه متصله من الصليبيين احتلت اماره الرها في سنه 490 من الهجره وسقطت على ايدين البطل الاسلامي الفذ العظيم عماد بن زنكي في سنه 539 يعني حوالي 49 سنه من الاحتلال المستمر وكان يوما مشهودا من ايام الله عز وجل ولم يكتفي بذلك عماد بن زنكي بل خرج من فوره وبدا يحرر المدن الموجودة في شرق نهر الفرات فحرر مدينة سروج وحرر كل القلاع والحصون ولم يبقي على صليبين واحد في شرق الرها وبقي جوسلين الثاني في مدينة تل باشر في غرب الرها وهذا الانتصار هز العالمين الإسلامي والنصراني رفع معنويات المسلمين في السماء وأسقط معنويات الصليبيين في الأرض وهزت اوروبا الغربية وبدأت فيها حملة جديدة لاستنفار الجنود الأوروبيين للذهاب إلى البلاد الشرقية لنجدة الصليبيين بعد الهزيمة الساحقة التي هزمها الصليبيون في إمارة الرها وارتفع نجم عماد الدين رحمه الله وجاءته التشريفات من الخليفة العباسي المكتفي لأمر الله وأنعم عليه ببعض الألقاب التي تنعم لأول مرة على الأمراء وعلى الزعماء وعلى القادة مثل الملك العادل ومثل الأمير المظفر ومثل عمدة السلاطين ومثل ركن الإسلام يعني ألقاب كلها توحي بالاستقلالية ويعتبر فعلا فتح الرها هو الإيذان الأول بميلاد الدولة الزنكية على راسها القائد الفذ العظيم اعظم القواد المسلمين في ذلك الوقت عماد الدين زنكي رحمه الله ولتتغير صفحه التاريخ ولتتغير جغرافيه الدنيا في ذلك الوقت وليعلم المسلمون انه لا بد من بعد الليل الطويل من ان يولد الفجر ولابد بد من بعد ضياع الحقوق ان ترد الحقوق الى اصحابها والعاقبه للمتقين نصر كان كبير جدا ومع ذلك عماد الدين زنكي رحمه الله لم يهدأ بعد هذا النصر، انما تحرك من فوري كما ذكرنا وحرر معظم الامارات او معظم المدن الموجوده في شرق نهر الفرات، ولم يكتفي بذلك بل توجه الى مدينه البيره، ومدينه البيره هذه مدينه في غايه الاهميه، ومدينه كبيره وغالب سكانها من النصارى الشرقيين وبها حاميه صليبيه، فضرب حول مدينه البيره الحصار الشديد، وكان ده كان بعد شهر فقط من سقوط مدينه الرها ومدينه سروج. فضرب حول مدينه البيره الحصار وطبعا مدينه البيره هذه بتتحكم في اهم مخاضه موجوده في نهر الفرات يعني اللي بيتحكم في مدينه البيره يستطيع ان يعبر من شرق الفرات الى غربه او من غربي الى شرقي وفي نفس الوقت مدينه البيره هي اقرب المدن الى تل باشر المدينه التي يتمركز فيها جوسلين الثاني وبالتالي فاذا اراد عماد دين زينك رحمه الله ان يقاتل جوسلين الثاني فلابد ان يمتلك هذه الاماره طبعا الاماره كانت اماره حصينه جدا ضرب حولها الحصار وبدا يقصف المدينه ليلا نهار وقبل ان تسقط المدينه بقليل جاءته الانباء المزعجه جدا من اماره الموصل ان هناك محاوله انقلابيه عليه في في ارض في مدينه الموصل ان الامير قلب ارسلان ابن محمود وكان من السلاجقه وكان عايش في الموصل زين له اعوانه ان يقتلوا نصر نصير الدين جكر اللي هو كان نائب عماد الدين زنكي في ارض الموصل، وقال له انه ان قتل هذا النائب فانك سوف تمتلك الموصل، وان امتلكت الموصل، سوف تمتلك كل املاك عماد الدين زنكي، فاثناء حرب عماد الدين زنكي للصليبيين، هذه الحرب الشديده والانتصار العظيم في الرها وفي سروج وحصاره للبيره، يفكر هذا الرجل في مثل هذه الامور، وبالفعل قام بقتل نصير الدين جكر وباعلان الاستقلاليه عن عماد الدين زنكي. واقترب منه عدد كبير من رجال الحكومه الزنكيه، والحقيقه عماد بن زنكي رحمه الله كان يترك في كل بلده عددا كما يقول ابن الاثير عددا كبيرا جدا من ذوي الخبره والتجربه والامانه والبطانه الصالحه، فالتف هؤلاء حول قلب ارسلان وبداوا يقنعوه بصورة من صور الخداع أنه فعلا سيتملك الأمور وأنه عليه أن يصعد إلى القلعة ليسيطر على الأمور من القلعة وعلى الجيش وما إلى ذلك وصدقهم نصير قلب أرسلان ابن محمود وصعد معهم إلى القلعة وهناك قبضوا عليه واعتقلوه الى ان ياتي عماد الدين زنكي رحمه الله، لكن عماد الدين زنكي رحمه رحمه الله لما وصلته هذه الانباء خشي ان يكون وراء هذه المؤامره مؤامره اكبر وان تسقط العاصمه الموصل وان تهتز الدوله في مثل هذه الظروف الصعبه التي تمر بها فعاد مسرعا ورفع الحصار عن البيره ولم يستطع المسلمون ان يسقطوا البيره في ذلك الوقت وعاد الى الموصل ورتب الاوضاع ونظم الامور وعين اميرا جديدا هو زين الدين ابن بكتكين على الموصل خلفا للزعيم الراحل نصير الدين جكر واستتبت الامور في الموصل وبدا يفكر من جديد عماد الدين زنكي رحمه الله فيما سيفعله في المرحله القادمه ووجد ان عليه ان ينتقل الى حرب اماره انطاكيا يعني بعد أن أسقط إمارة الرها يريد أن يسقط إمارة أنطاكيا لكن القتال يا إخواني وإخواتي من داخل أرض الشام قتال صعب وإمارة أنطاكيا من الإمارات الشامية وإمارة ساحلية ومن جديد فكر عماد الدين زنكي رحمه الله أن يسقط دمشق لصالحه وبذلك يستطيع أن يكون قوة تكفي لاسقاط انطاكيا واسقاط طرابلس من بعدها يعني حياته من اول ما مسك الحكم والى اخر لحظات حياته وهو يفكر في كيفيه اخراج الصليبيين خلص اماره الرهب بيفكر مباشره دون تضييع اي نوع من الوقت في تحرير اماره انطاكيا وبالفعل جهز جيش كبير وانتقل في اتجاه دمشق لكن هو يعبر الى ارض الجزيره اللي الى حلب ثم الى دمشق سمع ان هناك مؤامره كبيره من النصارى في اماره الرها باستهداف استقدام جوسلين الثاني واعاده الكيان الصليبي من جديد لاماره الروها وشارك في هذه المهمه عدد من رؤوس الارمن في داخل الـ 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 الاماره ولم يرعوا العهد الذي اعطوه لعماد بن زنكي ولم يحفظوا الجميل الذي اسداه اليهم بحسن المعامله وباعطاء الحريه الدينيه وباعاده الاموال والثروات والغنائم، لم يحفظوا كل ذلك ولكن قرروا القيام بمؤامره لاعاده آه الـ 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 اماره الرها من جديد لحكم الصليبيين، فادرك ذلك عماد الدين زنكي رحمه الله وبسرعه توجه الى الرها من جديد واحبط المؤامره وقاتل آه جوسلين الثاني وكان في طريقه الى اماره الرها وانتصر عليه واعاده مره ثانيه الى تل باشر. وقبض على زعماء المؤامره من الارمن وقتلهم ورحل عددا اخر من الذين يعني اقيمت عليهم الحجه بالاشتراك في المؤامره رحل عدد من الاسر الارمنيه خارج الاماره واستقدم 300 اسره من اليهود للاقامه في داخل اماره الرها وكان يعلم العداء الشديد بين اليهود وبين النصارى فاراد ان يضع هذه العوائل الكثيره في داخل إمارة الرها لكي لا تستقر الأوضاع في داخل الإمارة ولكي يكون كل طرف عين على الآخر وبذلك يستطيع أن يضبط الأمور في داخل إمارة الرها وقوة الحامية التي حول إمارة الرها ومن جديد فكر أن يتجه إلى إمارة دمشق لإسقاطها وقرر أن يسقط في طريقه قلعة مهمة جدا اسمها قلعة جعبر كانت على نهر الفرات وكانت مملوكة لبني عقيل وبنو عقيل هؤلاء من العرب المتشيعين وكانوا يعني في الطريق الى دمشق وفي داخل بعد السيطره الجديده على اماره الروها اصبحوا في داخل الاماره الزنكيه وضعهم كان شديد الخطوره على المسلمين وبالذات ان زعيم بني عقيل في هذه الاماره او في هذه القلعه رفض ان يذعن بالطاعه لعماد الدين زنكي وبالتالي خشي عماد الدين زنكي رحمه الله ان يجعل هذه القلعه في ظهره وان يتجه الى دمشق فقرر ان يحاصرها وان يسقطها والحقيقه القلعه كانت في غايه المناعه وفي غايه الحصانه حاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله عده شهور ثم حدثت المفاجاه الكبرى. ترى ما هي هذه المفاجاه؟ التي حدثت لعماد بن زنكي رحمه الله وهو في حصار في حصار قلعه جعبر وترى ما هي اثار هذه المفاجاه على العالم الاسلامي وترى ما هو تقييمنا لهذه القصه التي دامت معنا حتى الان اكثر من خمسين سنه من الصدمات والصراعات بين المسلمين وبين الصليبيين هذا ما سنعرفه باذن الله في الحلقه القادمه والاخيره واسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته